السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ خويا بالضبط، تبارك الله. مرحبا بحال، تبارك الله ما شاء الله. اليوم الافتتاح ديال المحل ديال اختي امينه، الله يكمل بخير يا ربي. امين امين يا رب. كل شيء غزال تبارك الله، ان شاء الله الله يكمل عليك بخير. بارك الله فيك، الله يجعل عتبه مباركه. امين امين يا رب العالمين، يدخل عليك الرزق والصحه والتيسير يا رب، والمزيد من المحل انا وانت ان شاء الله، والجميع اي واحد كيتمنى شي حاجه الله يعطيها ليه. مرحبا بك. داك الشيء بي ياك كل شيء غزال تبارك الله، روعة. جينا شوية بكري باش نصور لكم، هكا تشوفوا كاع اللبيسات وتشوفوا الحويجات. جيت شوية بكري هكا قبل ما تعمر الدنيا باش نقدروا نصوروا، ودابا غندور لكم الكاميرا باش تشوفوا مزيان كل شيء اللي جا. وأنا لبست الجلبة هذي هكا دوبياس اللي فيها جوج دراري. كل شيء غزال تبارك الله. المهم ندور لكم دابا الكاميرا باش تشوفوا اللبسات اللي موجوده لينا ام عثمان. المهم دابا غادي غير نهضر لكم في الفيديو. حيدت الصوت الاصلي لانه كان خدام القران، وكانوا حتى الامداح تبارك الله ما شاء الله دات ديجيف ديال الامداح نبويه، وخفت يضربوا لي الفيديو كوبي رايت لانه القران وداكشي تيكون فيه حقوق طبع والنشر. غنصدق انا خارجه على المهم في خطور على القناه، داكشي علاش حيدت هذاك الصوت. وغادي نشرح لكم هنا اللبيسات والحويجات، داكشي كل شيء باليد تبارك الله ما شاء الله. تحيه لك اختي امينه من هنا، على راسي وعيني دائما، راكي عارفاني من المعجبين ديالك ومعزتك بوحدها. تبارك الله ما شاء الله، كتعطي طاقه ايجابيه، كل شيء طلع غزال فن وذوقها رائع وخطير خطير. شوفوا غير البيفي تبارك الله ما شاء الله كيفاش طلع، وتبارك الله على السيده اللي خدماته حتى هي. مازال ان شاء الله امينه اولا ام عثمان زيدات مازال تحط لكم في القناه ديالها، ونشوفوا داك كلشي بالتفاصيل. هادشي غير اللي قدرت نصور انا هكا باش حتى انا على الاقل يكون غير واحد شويه ديال الدعم، والناس يعرفوا باللي حلات المحل ديالها جديد، وكاينه بياس ديال اليد تبارك الله ما شاء الله، الخدمه كلها باليد شي حاجه غزاله. وهنا غنوريكم الجلابه ديالي والثوب اللي وريتكم ديك المره، قلت لكم ما صدقش ليا زوين هذا الياقوت الفوقاني، اما الجلابه التحتانيه فهي كريب بروميان، وتحت الفوقاني اللي ما صدقش ليا زوين صراحه الياقوته ما تنتف ليا كله. وهنا كاين الفوق ديال المحل ما شاء الله، اللهم بارك. هنا الفوق بلاصه الخدمه، هنا تبارك الله فين دايره لي ماشين، تبارك الله على صحيبتي حادقه. هذه الماكينه ديال الكمبيوتر دايره هنا، ودابا راه قربت ليا بعدا شويه حيت انا عين فوق في البيضه، وهي هنايا في الحديقه يعني ماشي بزاف، ما كاينش مسافه طويله. هنا دارت بلاصه الخيط وهذا الشيء، تبارك الله اللهم بارك اللهم يسر. كتكون صعيبه باش توقفي مشروع بحال هكا، ولكن شنو نقول لكم، كيوقف معك الله سبحانه وتعالى والدعوات ديال المتتبعين. وتيا تبارك الله ما شاء الله عندها متتبعين كثار وحقيقيين يعني، وتا الناس كلهم كيبغيوها الصراحه. ما كاينش زعما ما كتلقايش شي تعليق خايب عندها في القناه، ولا شي حد اللي كينتقد ولا شي حاجه، كلشي هو هذاك اللي عطاها الصحه. اي واحد كيعلم الناس وكيكون تيسعى في الخير ربي كيجازي، هادشي اللي كاين. المهم راه هنا الفوق دابا هنا بلاصه الخدمه، انا طلعت باش نصور وحاطه حتى شي بياس هنا لهادشي اللي يمكن تخدم، ولتحت فين كاين البوتيك لتحت تبارك الله ما شاء الله اللهم يسر.
Thank you.